فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا وقعت في ذنب ثم استغفرت الله، فهل ذلك الذنب يمنعني من الدعوة إلى الله، أم أستغفر ثم أدعو إلى الله؟ لو ما يدعو إلى الله إلا من هو معافى من الذنوب جميعا ما دعا أحد، ما يسلم أحد من الذنوب، ولكن المسلم إذا أذنب استغفر، إذا أذنب استغفر، ولا يمنعه ذلك من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول: أنا عندي ذنوب وأنا عندي مخالفات، ولا يصلح، اترك الذنوب والمخالفات، اتركها، ما أجبرك أحد عليها، اتركها وتوب إلى الله، ولا تترك العمل الصالح والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.